السلام عليكم طالباتي في الصف الثالث المتوسط من ثانوية عشتار الأهلية للبنات. أسعدني لقاءكم من جديد في درس جديد من دروس اللغة العربية. اعتدنا أن نلتقي كل مرة في مثل هذا اليوم لنتزود بزاد معرفي آخر، فدرسنا هذا اليوم إن شاء الله هو أبواب الأفعال الثلاثية ومصادرها. درسنا في درس سابق في موضوع الميزان الصرفي، وعرفنا بأنه الميزان الصرفي هو طريقة معرفة أصول الكلمات وما يجري عليها من تغييرات. قلنا بأنه الميزان الصرفي شبهناه بأنه هو كالمرآة الذي يعكس ما على الكلمة من تغييرات زيادة أو نقصان وما إلى ذلك من تغييرات، حتى الحركات كذلك. سنقرأ في هذا الموضوع إن شاء الله أبواب الأفعال الثلاثية. قبل أن نبدأ في موضوع أبواب الأفعال الثلاثية، لنعرف أولاً ما معنى أبواب الأفعال. لماذا سميت بهذا الاسم؟ أبواب الأفعال هي أوزانها. إذن أبواب الأفعال ماذا؟ أوزانها، أحسنتم، التي ورد عليها في اللغة العربية. كيف استدل عليها الباحثون؟ كيف صنفت هذه الأبواب؟ وجد الباحثون في اللغة العربية أن عين الفعل، تتذكرون في موضوع الميزان الصرفي عندما فصلنا بأنه الحرف الأول يسمى فاعل كلمة، الحرف الثاني يسمى عين الكلمة، والحرف الثالث ماذا يسمى؟ أحسنتم، لام الكلمة. إذن ماذا وجد الباحثون؟ وجد الباحثون أن عين الفعل يختلف من حيث الحركة من فعل إلى آخر ومن زمن إلى آخر. يعني بالزمن الماضي نجد أنه حركته مثلا مفتوحة، مفتوحة في عينه في حرفه الثاني. في المضارع يجدها مثلا مضمومة، نفسه عين الفعل، نعم، حرفه الثاني. وضعوه في باب معين، هذا التقسيم للأفعال لأجل ماذا؟ لأجل الاستدلال على الفعل. مثلا باحث من الباحثين يريد أن يأخذ الفعل ذهب ويدرس تقلبات هذا الفعل ومصادره والتغييرات التي تجري عليه، ماذا يفعل؟ هل يبحث في جميع الأفعال حتى يجد الفعل ذهب؟ لا، لسهولة ذلك وضع الباحثون أبواب لهذه الأفعال. فالفعل ذهب مثلا وضع في باب معين. عندما أريد أن أبحث في الفعل ذهب أستدل عليه في هذا الباب، مثل ما مثلا أريد أن أبحث عن فلان من الناس أسأل عن هذا الشخص كأن يكون محمد، مثال من الناس محمد، أريد أن أبحث في هذا الشخص أسأل عن بيت هذا الصبي، عن أبوه وأخوه وإلى أن أستدل إلى بيته، أين بيت هذا الشخص كي أطرق بابه. إذن الفعل أيضا حتى أستدل عليه وأطرق باب هذا الفعل علي أن أستدل على بابه أولا، في أي دار موضوع هذا الفعل ذهب كأن يكون. إذن هذا الباب فيه عائلة، أي مجموعة من الأفعال كأي بيت آخر. تشبه هذه العائلة المتكونة من عدة أفعال أو عدة أفراد، تشبه هذا الفعل اللي وضعناه كمثال لهذا الباب أو كمثال لهذا البيت من حيث حركة العين أي الحرف الثاني. أصبح واضح؟ جيد. سندرس الآن أبواب الأفعال الثلاثية بشكل موجز لطول هذا الموضوع. نفصل إن شاء الله كل باب في دروس لاحقة. لنتعرف الآن إلى الفعل الثلاثي المجرد. ما هو الفعل الثلاثي المجرد؟ المجرد هو الفعل المؤلف من ثلاثة حروف أصلية. إذا تذكرتم في الميزان الصرفي قلنا بأنه
أصل كل الأفعال هو الماضي، والماضي متكون أغلبه بل أكثره من كم حرف؟ أحسنتم، من 3 حروف أصلية، وربما يزاد عليها بعض الحروف من كلمة، أحسنتم، من كلمة سألتمونيها، فيصبح بذلك ماذا؟ نعم، يصبح مزيداً. نعم، أحسنتم. إذن الفعل الثلاثي المجرد هو الفعل المؤلف من 3 حروف أصلية. الفعل مثلاً ذهب هو فعل ثلاثي مجرد، لأن أحرفه الدال والهاء والباء جميعها أصلية. قد يزاد على أحرفه الأصلية بحرف واحد أو أكثر. من أي كلمة يزاد؟ أحسنتم، نعم، يزاد من كلمة سألتمونيها. ماذا يسمى بعد ذلك؟ نعم، يسمى مزيداً، أي زيدت عليه بعض الأحرف. مثلاً لدينا كلمة خرج، إخراج، زيد عليها حرفي الألف من سألتمونيها. نصر، ينتصر، زيد الياء والتاء أيضاً. فهم، استفهم، فيها أيضا حروف زيادة. لدينا هنا ملاحظة. هذه الملاحظة تقول إن الفعل الثلاثي المجرد، أي من 3 أحرف، قسم على 6 أبواب. قلنا لكي يستدل الباحث على هذه الأبواب لنعرف مصادر هذه الأفعال، لنعرف أوزانها أيضا، فلذلك قسمت على 6 أبواب بحسب حركة عينه. عينه أين؟ نعم، الحرف الثاني من الفعل نفسه في الماضي والمضارع. وقد جمع العلماء هذه الأبواب 6 في بيت شعر واحد لسهولة حفظه. هذا البيت ماذا يقول؟ فتح ضم، فتح كسر، فتحتان. فتح ضم، هذه بيت واحد. فتح كسر، هذا أيضا باب واحد. فتحتان، هذا الباب الثالث. إذن أصبح 1، 2، 3 أبواب في هذا الشطر من البيت. كسر فتح، هذا بيت أو الباب الرابع. ضمتان، هذا هو الباب الخامس. كسرتان، هو الباب السادس. راح تسألين شنو فتح ضمين، شنو فتح كسرين، شنو فتحتان، كسر فتحين، ضمتان، كسرتان، ما معنى ذلك البيت؟ سنفصل ذلك إن شاء الله في باب في هذا الموضوع. الباب الأول فتح ضم. لدينا الآن الباب الأول وهو فتح ضم. لنعرف الآن ما معنى فتح ضم. تعني الكلمة الأولى تعني فتح عين الفعل في الماضي. قلنا بأنه عين الفعل هي حرف الثاني، إذن الحرف الثاني من الفعل الماضي ماذا تكون حركته؟ نعم، الفتح. أما الثانية فتعني ضم الفعل في المضارع، ضم عين الفعل في المضارع أي حرفه الثاني. إذن لدينا فتح في الماضي في عين الفعل، وضم في المضارع في عين الفعل المضارع أيضا. لدينا أمثلة. لدينا ك ت ب، ك ت ب. نلاحظ هذا الحرف الأول هو فاء الكلمة، عين الكلمة هنا، إذن هذا هو شغلنا الشاغل اللي هو عين الفعل الماضي. نجد عين الفعل الماضي مفتوحة في المضارع يكتبو، إذن أنا أحتاج الماضي والمضارع أيضا. إذا توفر لدينا الفعل الماضي فقط نجلب المضارع لكي
نعلم من أي باب هذا الفعل. إذن كتب مفتوحة ويكتب، هذا هو عين الفعل المضارع. إذن توفرت لدينا فتحة وضمة، إذن هو من الباب الأول. إذا رجعنا إلى البيت الشعري، فتح ضم فتح كسر فتحتان، فتح كسر ضمتان كسرتان، نجد بأنه فتح ضم هي الباب الأول. لدينا مثال آخر، نصر ينصر، هنا عين الفعل في الماضي حرفه الثاني. ماذا نجد حركته؟ مفتوحة، ن-ص ص، إذن مفتوحة. ينصو ينصو ينصر، إذن مضمومة حرف العين في الفعل المضارع أي حرفه الثاني. ربما تسألين هنا الصاد في المرتبة الثالثة، ليست في المرتبة الثالثة. إذا نظرنا أنه ياء المضارعة ليست من صلب الكلمة، إنما هي حرف مزيد، إذا أنا أحسب من بعد ياء المضارعة، أحسب واحد اثنتان هي الحرف الثاني من بعد ياء المضارعة. إذا ينصر، توفرت لدينا الفتحة والضمة، نرجع إلى البيت الشعري، نجد بأنه فتح ضم هي الباب الأول لأبواب الأفعال الثلاثية. لدينا هنا ملاحظة، كيف نعرف عين الفعل؟ عين الفعل في الثلاثي هي الحرف الثاني. مثلا لدينا كلمة نظر، 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 هنا الحرف الثاني هي عين الفعل في الماضي. ينظو ينظر، نجد هنا عينه هي الظاء، إذن من بعد ياء المضارعة لدينا حرفين، إذن هي ثاني العين العين الفعل في المضارع، هي ثاني حرف بعد ياء المضارعة، لأنها تقابل عين الميزان نظر على وزن فعل، نظر على وزن فعل. عند إضافة ياء المضارعة قبل الفاء لا يتغير الحرف مكانه، إنما يبقى هو ذاته في المضارعة عين الكلمة حتى لو أضفنا الياء. لدينا أمثلة أخرى، مثلا هنا شكر، شكر، إذن شكر يشكر. إذا توفر لدينا الماضي يجب علينا أن نجلب المضارع لنعرف من أي باب هذا الفعل. شكر يشكر، ألاحظ الحرف الثاني في الماضي هو مفتوح، أما في المضارعة بعد ياء المضارعة بحرفين هو عين الفعل، نجده مضموم، إذن هو من الباب الأول فتح ضم، هذا فتح وهذا ضم، إذن من الباب الأول فتح ضم. مثال آخر، لدينا قال يقول، قال يقول، ستسألين أين الفتحة وأين الضمة؟ هنا الألف كحرف علة ما يقابله فتحة، إذن هنا يعتبر فتحة، لكن لا نستطيع أن نضع عليه الحركة لأنه حرف معتل، لا نستطيع أن نضع عليه الحركة، فأصبح بالاستنباط بالتخيل بأنه هنالك فتحة على هذا الحرف. إذن قال يقول بعد حرف المضارعة حرفين، هذا هو عين الكلمة، أيضا هنا عين الكلمة حرف علة يقابله الضمة، لا أستطيع أن أثبت الضمة على حرف العلة، إذن أصبحت فتحة بالتخيل، فتحة ضمة، فتح ضم، إذن هذا الفعل قال يقول هو من الباب الأول فتح ضم. لدينا كلمة غزا يغزو، غزا يغزو، إذن لدينا هنا الحرف الثاني مفتوح
والحرف ما بعد ياء المضارعة بحرفين هو عين الكلمة مضموم، إذن أصبح لدينا فتح ضم هو من الباب الأول إذا رجعنا إلى البيت الشعري الذي يصنف لدينا الأبواب الستة. لدينا مثال آخر: مر يمر، مر يمر. هذه الكلمة أخذناها في الميزان الصرفي، قلنا بأنه الشدة متكونة من حرفين متماثلين، حرفين متشابهين، راء براء، دال بدال، أليس كذلك؟ إذن حرفين متشابهين، أحدهما متحرك، لذلك ثبتت هنا الشدة فوقها حركة، أي هي حركة الحرف المتحرك، والآخر ساكن. إذن مرة تتكون من راء مفتوحة والأخرى ساكنة، نأخذ حركة الراء الأولى لأنها تماثل عين الحرف، تماثل عفوا عين الفعل، فهي مفتوحة، إذن حرف الثاني عين الكلمة مرة أو الفعل مرة هو مفتوحة. يمر يمر، بما أنه هنا فوق الشدة ضمة، إذن عين يمر التي هي ثاني حرف بعد ياء المضارعة، ثاني حرف لا أنسى ذلك، ثاني حرف بعد ياء المضارعة التي هي الراء الأولى المدغمة تحت الشدة تكون حركتها ضمة، فأصبحت لدينا فتح ضم وتصنف تحت باب الأول من الأبواب الفعل الثلاثي. لدينا أيضا جال يجول، تشبه قال يقول، لدينا هنا حرف العلة ألف لا أستطيع أن أثبت عليه حركة، لكن أتخيل بأنها هي الفتحة لأنها تماثله في المضارع يجول. أين الحرف الثاني؟ نعم أحسنتم، بعد ياء المضارعة بحرفين هو عين الفعل المضارع، فهنا واو، ماذا يقابلها هي كحرف علة؟ نعم أحسنتم، يقابلها الضمة، فأصبح لدينا فتح ضم وهو مدرج تحت الباب الأول من تصنيف أبواب الفعل الثلاثي. لدينا كلمة هرب يهرب، هرب يهرب، إذن لدينا هار ر هرب يهرو يهرو ر، إذن يهرب. لدينا فتح ضم من الباب الأول. الباب الثاني فتح كسر. لدينا الآن الباب الثاني هو فتح كسر. ما معنى فتح كسر؟ فتح كسر معناه عين الفعل في الماضي مفتوحة فتح، وفي المضارع عينه أي حرفه الثاني مكسور، إذن مفتوح العين الفعل في الماضي مفتوح وفي المضارع عينه مكسورة، وقلنا بأنه عين الفعل المضارع هي ثاني حرف بعد ياء المضارعة. لدينا هنا مثال ضرب، لدينا هنا مثال ضرب، أنظر إلى عين الفعل ماذا أجدها؟ أجدها مفتوحة، أحسنتم، نحتاج الآن إلى مضارع الفعل ضرب الذي هو يضرب، يضرب، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ عين الفعل المضارع التي هي ثاني حرف بعد ياء المضارعة، واحد اثنتان ثاني حرف، ماذا نجدها؟ نجدها مكسورة، أحسنتم. لدينا مثال آخر: سالة، لدينا سالة، قلنا الفعل المعتل لا تثبت عليه الحركات، إنما أتخيل أن هنالك حركة تماثل حرف العلة،
ماذا يماثل الألف؟ نعم أحسنتم، فتحة. نحتاج إلى مضارع الفعل الماضي سالة الذي هو يسيل. ننظر هنا بأنه الحرف اختلف، هنا ألف وهنا لا، هنا ياء، أصبح هنالك إقلاب في الفعل، قلب حرف الألف إلى ياء. إذن هذا الانقلاب في الحرف لا يشكل لدي مشكلة. أنا أعرف بأن هنالك قاعدة تقول بأنه عين الفعل المضارع هي ثاني حرف بعد ياء المضارعة. أحسب 1 2، إذن الياء هي عين الفعل. عين الفعل هنا حرف معتل، ماذا يماثله؟ أحسنتم، يماثله الكسرة. إذن لدينا هنا فتح كسر، هذا الفعل يندرج تحت باب الثاني من أبواب الفعل الثلاثي، ألا وهو فتح كسر. لدينا مثال آخر، ولد، ولد. هنا اللام مفتوحة، هنا اللام مفتوحة هي عين الفعل الماضي. نحتاج إلى مضارع هذا الفعل، ألا وهو يلي، يلي دو، يلي دو. إذن اللام هنا التي هي عين الفعل ماذا؟ نعم أحسنتم، هي عين الفعل المضارع. لدينا الآن الباب الثالث، هو فتحتان. ما معنى فتحتان؟ معنى فتحتان أي عين الفعل مفتوحة، حرف الثاني في الماضي مفتوح وفي المضارع أيضا مفتوح، لذلك أصبحت لدينا فتحتان، أي فتحة في الماضي وفتحة في المضارع في عينهما. لدينا مثال، فتح يفتح، فتح يفتح. هنا لدينا العين مفتوحة، هنا لدينا أيضا حرف الثاني للمضارع أيضا مفتوح، إذن تحققت لدينا فتحتان على الفعل في الماضي والمضارع، على عيني الفعل في الماضي والمضارع، لذلك اندرج هذا الفعل تحت الباب الثالث، ألا وهو المسمى بفتحتان. مثال آخر، هجع يهجع، هجع يهجع. لدينا هنا الحرف الثاني مفتوح، وهنا أيضا الحرف الثاني مفتوح أيضا، إذن اندرج هذا الفعل تحت الباب الثالث الذي هو فتحتان. لماذا؟ لوجود الفتحتين فيه. لدينا مثال آخر، هو سأل يسأل. سابقا قلنا سال يسيل، هنا سأل يسأل، هنا فتحة وهنا أيضا فتحة التي هي عيني الفعل سأل، إذن تحققت لدينا فتحتان، إذن يندرج تحت الباب الثالث، ألا وهو المسمى بفتحتان. الباب الرابع، كسر فتح. ما معنى كسر فتح؟ أي يكسر عين الفعل في الماضي، يكسر الحرف الثاني من الفعل الماضي ويفتح في المضارع فتصبح كسر فتح. مثلا فرح يفرح، فرح هنا فاري ري، فرح يفر يفر يفرح. ضحك ضحي حي، ضحك يضح يضحك. إذن هنا كسر فتح. حذق حذي ذي، حذق يحذ يحذق. إذن كسر فتح هنا، حرفي الفعل مكسورة ومفتوحة في المضارع، إذن تندرج هذه الأفعال تحت الباب الرابع
وهو كسر فتح. الآن الباب الخامس والسادس من أبواب الأفعال الثلاثية. إذن الآن الباب الخامس، لنتعرف على الباب الخامس من أبواب الفعل الثلاثي. ماذا نقصد بالباب الخامس؟ الباب الخامس يسمى ضمتان. ما معنى ضمتان؟ أي يضم عين الفعل في الماضي والمضارع. إذا سنجد في الماضي ضمة في عين الفعل، وفي المضارع ضمة أيضا. لدينا كلمة شرف، شرر، شرف. يشرف، يشرر، يشرف. إذا تحققت لدينا هنا ضمة، وهنا أيضا ضمة في المضارع، فيندرج الفعل شرف يشرف تحت الباب الخامس. لدينا الفعل كرم، كرر، كرم. يكرم، يكرر، يكرم. إذا لدينا هنا ضمة، وأيضا في المضارع ضمة في عينه. إذا يندرج هذا الفعل تحت الباب الخامس من أبواب الفعل الثلاثي. لدينا كلمة بغض، بغض، ب ب بغو غو. إذا هنا ضمة، بغض. نحتاج إلى الفعل المضارع لهذا الفعل كي نعرف في أي باب يندرج الفعل بغض. مضارع الفعل بغض يبغض، يبغض. إذا يبغض، يبغض. تحققت لدينا ضمتين في الماضي والمضارع. إذا الفعل بغض يندرج تحت الباب الخامس من أبواب الفعل الثلاثي. لدينا الآن الباب السادس، لنتعرف على الباب الأخير من أبواب الفعل الثلاثي. الباب السادس يسمى كسرتان. ما معنى كسرتان؟ أي عين الفعل في الماضي ماذا بها؟ أحسنتم، مكسورة، والمضارع مكسورة أيضا. ستتحقق لدينا في الماضي كسرة في الحرف الثاني، وفي المضارع كسرة أيضا في الحرف الثاني. أمثلة على هذه الكلمات التي تندرج تحت هذا الباب الذي هو كسرتان. لدينا كلمة حاسي، حسب. يحسب، حسب، يحسب. لدينا هنا كسرة في الحرف الثاني، وأيضا كسرة في عين الفعل المضارع. إذن الفعل حسب يحسب يندرج تحت الباب السادس من أبواب الفعل الثلاثي. لماذا؟ لأن عين الفعل الماضي مكسورة في الماضي، وعين الفعل في المضارع مكسورة أيضا. لدينا الفعل ورث، واري ري، ورث. يري ري، يرث. إذا كسرة في الماضي وكسرة في المضارع. إذا هذا الفعل يرث، ورث، يرث من الباب السادس. ولي، يلي، ولي، يلي. ولي لي، ولي، يلي لي، يلي. إذا هذا الفعل مكسور العين في الماضي والمضارع، تحققت لدينا كسرتان هنا وهنا. إذا الفعل ولي يلي يندرج تحت الباب السادس من أبواب الفعل الثلاثي. إلى هنا ينتهي موضوعنا، هذه الأبواب بشكل مختصر لمعرفة كيف نفصل الأفعال تحت أي باب، لكن سنذكر بالتفصيل كل باب وما تطرأ عليه من تغييرات مع الملاحظات في درس لاحق إن شاء الله. إذن انتهينا من موضوعنا أبواب الأفعال الثلاثية فقط بشكل موجز لكل باب لمعرفة كيفية إدراج الأفعال إلى أبوابها. سنأتي إن شاء الله في درس لاحق إلى الأبواب كلها الستة بشكل مفصل.
شكرا إلى استماعكم وإلى اللقاء.